معكم الأستاذة ضيف أستاذة الفلسفة، ما زلنا متواصلين في سلسلة دروس الفلسفة في قناتكم قناة كورديزات. راح نشوفوا الفلسفة كما سبق وشفنا المنهجية اللي فاتت بطريقة سهلة بطريقة بسيطة، اللي هي طريقة المخططات. يعني راح ننساو الطريقة الكلاسيكية اللي قرينا بها ديجا ورانا نقراو بها الفلسفة، تاع روح احفظ مقالة وهذيك المقالة روح حطها يوم الامتحان، ولو كان نهار الباك ما طيحلكش المقالة اللي راك حافظها واش تروح دير هنايا؟ معناتها راح يقدر التلميذ هنايا علاش يخاف من المادة هذه؟ لانه يحفظ المقالة وفلافة ما يديش. وشنو هالحل تاعنا؟ بربي ان شاء الله كاين حل ان شاء الله. راح نشوفوا الفلسفة بطريقة المخططات، يعني راح نشوفوا دي شيما، راح نشوفوا جداول في الفلسفة. هكذا ان شاء الله الشعار تاعنا مع الأستاذ ضيف، ما نحفظوش المقالة. الفيديو تاع اليوم هو اول فيديو بالنسبه لتلاميذ باك ان شاء الله. الشعبه اللي راح نوجه لها الفيديو هذا اليوم هي شعبه 3 اداب وفلسفه. واش راح نديروا اليوم ان شاء الله؟ راح نديروا درس الاحساس والادراك، يعني الدرس تاعكم الاول ان شاء الله، ومن بعد ان شاء الله مع الفيديوهات اللي راهم جايين نزيدوا نشوفوا باقي الدروس بالمخططات والجداول. نبداو بسم الله. اول حاجه لازم تعرفوها في مقالة الإحساس والإدراك شحال عدنا من مقالة، هذه أول حاجة لازم تعرفوها. باش تعرفوا شحال عدنا من مقالة ركزوا معايا بسم الله، عدنا في الإحساس والإدراك 3 مقالات، يعني شحال من مقالة تقدر تطيح لكم في الإحساس والإدراك؟ 3. المقالة الأولى حول ماذا؟ حول مصدر المعرفة. المقالة الثانية حول عوامل الإدراك. المقالة الثالثة حول التمييز أو العلاقة بين الإحساس والإدراك. احنا اليوم إن شاء الله وش راح نديرو؟ راح نديرو المقالة الأولى، يعني حول مصدر المعرفة، ومن بعد ان شاء الله اللي يفهم معايا المقالة هذه، باسكو انا شاك فوا نقول نخدموا الفلسفة بالفهم ماشي بالحفظ. اذا فهمتوا المقالة هذه الاولى راح نعلمكم تخرجوا المقالة الثانية بالفهم، ونعلمكم كيفاش تخرجوا المقالة الثالثة ولكن فقط بالفهم، يعني راح نركزوا بنسبة 70% ان لم نقل 80% ولا 90% على الفهم، وتقعد يقعد لنا بورسونتاج خفيف برك اللي راح نحفظوا فيه بعض الاشياء انا راح نوريها لكم ان شاء الله. دوكا بسم الله نبداو المقاله تاعنا حول مصدر المعرفه، يعني راح نديروا المقاله الاولى في الاحساس والادراك. يعطينا سؤال يقول لك هل مصدر المعرفه عقلي ام حسي؟ يعني هذه المقالة الأولى إن شاء الله اللي راح تشوفوها معايا في قناة كورديزات. راح نشوفوا هذه الطريقة، هذه المقالة هذه بطريقة الجدلية. تقولي أستاذة وعلاش خيرتي تخدمي معنا الجدلية هي الأولى؟ أول حاجة كيفاش عرفنا بلي جدلية؟ باسكو السؤال تاعي يبدا بهل، مادام السؤال تاعي يبدا بهل اذا الطريقه هي طريقه جدليه. تقول لي استاذ علاش خيرتي تخدمي معنا الجدل؟ لانه الجدليه هي المقاله الام، هي لا باز. اذا فهمتوا وحنا تفهمنا نخدموا بالفهم، اذا فهمتوا الدرس تاعكم بالجدليه راح نعلمكم تحولوه من الجدل الى الاستقصاء، ونعلمكم تحولوه من الجدل الى التحليل. نبداو بسم الله. اول حاجه هل مصدر المعرفه عقلي ام حسي؟ طريقة جدلية، كاين جدل بين طرفين متناقضين. طرف أول يرى أن مصدر المعرفة عقلي، معناتها جميع المعارف التي نعرفها مصدرها العقل، معناتها كل حاجة نعرفها وشنو السبب اللي خلتني نعرفها هو استخدامي للعقل. الموقف الثاني يقول لك لا، يقول لك جميع معارف الإنسان يعود إلى الحواس، يعني يعود إلى التجارب الحسية التي يمر بها الإنسان. نبدأ بسم الله. أول حاجة نخدموها بالمخططات، نروح ونخدمو المقدمة.
المقدمة ديالنا شوفوا المقالة ما تتحفظش، بصح المنهجية تتحفظ، يعني المنهجية تاع الجدلية تتحفظ. على اللي ما شافش الطريقة الجدلية راني دايرتها ديجا، روحوا شوفوا الفيديو السابق، اكتبوا دخلوا في قناة كورديزات الطريقة الجدلية يخرج لكم الطريقة الجدلية بالمخططات، راني دايرتها بالتفصيل. عندنا المقدمة عليها أربع نقاط. وش فيها؟ أول حاجة في المقدمة تاع الجدل عندنا تمهيد، عندنا تعريف الموضوع، ثالث حاجة عندنا النزاع الفلسفي، ورابع حاجة عندنا طرح الإشكال مع إعادة صياغة السؤال. طرح الإشكال مع إعادة صياغة السؤال. أستاذة هذه الخطوات نحفظوهم؟ نعم، المنهجية تتحفظ، ولكن حذاري 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 حفظ المقالة. نبدأ بسم الله، نروحوا للتمهيد ديالنا. التمهيد تاعنا أنا في الأفواج التوعية الحضورية، سواء في الدروس الخصوصية أو في الدروس اللي نقدمهم في اليوتيوب، صح التمهيد أنا في الأول نعطيكم تمهيد ستوندار، ولكن أنا ما نفضلوش. اليوم إن شاء الله كانطلاقة نعطيكم تمهيد ستوندار، ولكن بعد إن شاء الله مع الدروس راح نعطيكم أستوس كيفاش تخدموا التمهيد بالفهم، يعني نعطيكم أستوس كيفاش نديروا نتوما شعبة أدب وفلسفة، كيفاش نديروا الفصل الأول نديروا له تمهيد وحده، الفصل الثاني نديروا له تمهيد وحده، والفصل الثالث نديروا له تمهيد وحده. بصح اليوم كانطلاقة نبداو بأمور بسيطة. التمهيد أول حاجة راح نديروا تمهيد عام، معناتها تمهيد ستاندر، معناتها يصلح مع جميع الدروس، باش على الأقل نسيو نافونسيو اليوم إن شاء الله، ونعلمكم كيفاش نديروا بالمخططات. هل من نحكو على الإنسان. هذا الإنسان هو كائن عاقل، وين راهو يعيش؟ الإنسان راهو يعيش في الطبيعة، يعني في العالم الخارجي، يعني في البيئة هذه. هذه الطبيعة اللي رانا عايشين فيها أسك هي مجهولة أم معلومة؟ تقولوا لي أستاذة الطبيعة راهي مجهولة، يعني هناك عدة أمور لا نعرفها. صح، الإنسان عندما لا يعرف شيئا مش يحب يدير له؟ تقول لي أستاذة يحب يبحث عليه، معناتها الإنسان كائن عاقل يعيش في الطبيعة، هذه الطبيعة مجهولة مليئة بالغموض، فنجده دائما يسعى ويحاول البحث عن المواضيع المبهمة الغامضة. صح، هذا تمهيد ستوندار. من بعد نجيو لتعريف الموضوع. احنا واش من موضوع رانا نديرو؟ الإحساس والإدراك، صحيح. إذا الموضوع تاعي لازم يتعرف هو الإحساس والإدراك، هذا هو الموضوع اللي لازم يتعرف. لو كان تخدموا بالمخططات ما تخرجوش على الموضوع. من بعد عندي النزاع الفلسفي. واش معناتها النزاع الفلسفي؟ معناتها الجدل، كاين جدل. واش كاين جدل بين من ومن؟ اوتوماتيك مو كاين جدل بين طرفين، طرف اول او موقف اول يتجادل مع موقف ثاني. تحط تشوفوا السؤال وتقولوا لي فاش راهم يتجادلوا. تقولوا لي استاذه الموقف الاول ويقولنا مصدر المعرفه عقلي، يعني العقل هو اساس المعارف، اما الموقف الثاني فيرى ان مصدر المعرفه يعتمد على الحواس، يعني حسي. صح، ومن بعد عندي طرح الإشكال مع إعادة صياغة السؤال. هذا السؤال نفترضوا طوه لكم في الباك، هكذا أسك تعاودوا لي تاع الباك؟ لا حذاري، تحكموا السؤال تاع الباك تموديفيوه. كيفاش نموديفيوه؟ سهلة، نموديفيوه بالمرادفات، ندير مرادفات. مثلا قال لك هل مصدر المعرفة عقلي؟ أنا مثلا نقول هل أصل المعرفة. هو قال لك عقلي، أنا ما نقولش عقلي، مثلا نقول ذهني، لأن العقل هو نفس الذهن. نقول فطري، حاجة فطرية معناتها عقلية. ولا حسي، وش نقول؟ حسي نقدر نقول تجريبي. وش نروح ندير أنا؟ نروح نموديفي بالمرادفات الجديدة اللي درتهم. نقول مثلا، مثال، هل شوفوا معايا مليح، أصل المعرفة فطري أم تجريبي؟ هكذا. ولا تجريبي وش نقدر ثاني نبدلها؟ مكتسب. هكذا، هادو عبارة عن مرادفات. نتوما روحوا خلوا ابداوه بهل وختموه بعلامة استفهام، وروحوا موديفيو السؤال اللي طاه لكم في الباك، يعني نخلي نفس المعنى ولكن الطريقة، يعني لا فاصون بدلها، المعنى يقعد واحد ثابت، نفس الصيغة نفس المعنى ولكن الصيغة مختلفة. دوكا بيناتنا
اسك هاد الخطوات جبت كش حاجه من عندي ولا كامل معطيات من السؤال؟ تقولي استاذه كاع معطيات. شوفوا تمهيد ستاندر ما يتبدلش، الموضوع لازم يتعرفوا شنو الاحساس والادراك، فاش راهم يتضاربوا يعني الجدل، كاين اللي قال لك اصل المعرفه عقلي وكاين اللي قال لك لا لا اصل المعرفه حسي. طرح الاشكال، حكمت تاع الباك موديفييتو، معناتها هاد الخطوات كاع نقدروا نجبدوهم. دوكا واش نروحوا نديروا؟ احنا ما نعرفوش نعرفوا الاحساس والادراك، وانا يا ما نحبش الحفيظه، ما نجيش انا نقول لك ان الاحساس هو عمليه فيزيولوجيه اوليه، لا لا، احنا نحبوا نخدموا بالفهامه، وقلنا نخدموا بالجداول ونخدموا بالمخططات. شوفوا معايا مليح باش نديرو هكذا، نسيو نديرو جدول، بهذا الجدول ان شاء الله نقدروا نعرفوا الاحساس ونعرفوا الادراك، بصح نعرفوهم بفهامتنا. شوفوا معايا، عندنا الاحساس وعدنا الادراك. كي نقولوا حنايا الاحساس، باش مرتبط الاحساس؟ باش تقولي مرتبط بالحواس، صحيح الاحساس مرتبط بالحواس. شحال عندنا من حاسه؟ خمسه، يعني خمسه اقسام اللي هي السمع، الذوق، الشم، الرؤيه واللمس، صحيح. ومن بعد هاد الحواس هادية عاد من نلقاوها؟ تقولي أستاذة الحواس مشتركة بين جميع الكائنات الحية، يعني الإنسان عنده حواس، الحيوان عنده حواس، والنبات عنده حواس، إذا الحواس مشتركة بين جميع الكائنات الحية بما فيها الإنسان والحيوان والنبات، صحيح. مادام الحواس نلقاوها عند الإنسان والحيوان والنبات، إذا هي حاجة سامبل بسيطة ولا حاجة كبيرة ومعقدة؟ تقولوا لي أستاذة هي عملية بسيطة باسكو كامل نلقاو عندهم الحواس. هنايا من هذا الجدول البسيط درت بعض المعلومات نقدر بيهم نعرف الإحساس بلا ما نحفظه، يعني مفاجأة باك 2023 إن شاء الله. كنا في باك 2022 كان عندنا مفاجأة بالاشتراك مع قناة كور دي زاد، كنا وفرنا لكم مخططات الفلسفة متواجد هذا على مستوى 58 ولاية، كنا خدمنا بالمخططات، ولكن باك 2023 إن شاء الله راح تكون المفاجأة في الفلسفة اللي هي دخول الجداول إلى عالم الفلسفة، يعني هكذا 100% ان شاء الله راح نحيو علينا الحفيظه. هذه حاجه قلنا بعد، يعني الاحساس وشنو؟ مرتبط بالحواس، ينقسم الى خمسه اقسام، مشترك بين جميع الكائنات الحيه بما فيها الانسان حيوان والنبات، اذا بالتالي هو عمليه بسيطه سهله. الان نجو للادراك، الانسان المدرك معناتها الانسان الواعي، يعني الادراك باش يرتبط؟ الادراك مرتبط بالعقل، صحيح صح. هذا العقل هذا وش يخلينا نديره؟ وش نديره به؟ نتذكره، نفكره، نأمله، نستنتجه، نأوله، نفسره، نحله، نتخيله. إذا العقل هذا يقوم بعدة وظائف ولا لا؟ لا صحيح، إذا العقل هذا له وظائف مختلفة، عنده يدير بزاف وظائف، التحليل، التركيب، استنتاج، تأويل، ترجمة، تفكيك، بزاف. عاد من نلقاوه هذا العقل؟ تقولي أستاذ العقل ماشي كيما الحواس، عاد من نلقاوه؟ غير عند الإنسان. إذا العقل هو خاصية إنسانية فقط نلقاوه غير عند الإنسان، صح. ما دام العقل يحلل ويركب ويستنتج ويأول ويفسر، معناتها يدير بزاف وظائف، إذا هو حاجة سهلة بسيطة ولا حاجة معقدة؟ تقول لي لا لا، العقل هو عملية معقدة، باسكو علاش؟ هو يدير عدة وظائف. إذا من هذا الجدول البسيط على بالكم واش نقدروا نديروا؟ نقدروا نعرفوا الإحساس ونعرفوا الإدراك. الإحساس هو ماذا؟ شوفوا الإحساس هو ماذا؟ هو عملية بسيطة سهلة أولية، تنقسم إلى خمسة أقسام، الشم، الذوق، اللمس، السمع، الرؤية، ويكون مشترك بين جميع الكائنات الحية بما فيها الإنسان والحيوان والنبات. أما الإدراك
فهو عملية معقدة تخص الإنسان دون الكائنات الأخرى، ويقوم بالعديد من الوظائف كالتحليل، التركيب، الاستنتاج، الترجمة. تقولي أستاذة بهذه السهولة درنا التعريفات. نعم، علاش أنت تروح تحفظ التعريفات؟ إحنا نسيو نديرو التعريفات بالجداول، ندير جدول ونبدأ نعمر فيه بطريقة عشوائية ونخرج منه التعريفات بهذه الطريقة. الان هذه الخطوات قدرنا نجبدوهم، الجدول انا قدرنا نديرو جدول، واش نروحو نديرو دوكا؟ الصح دوكا لا براتيك، معناتها نروحو نطبقو هذا الجدول وهذا المخطط، نحولوه فقره. ركزوا معايا بسهوله، الانسان كائن عاقل يعيش اين؟ يعيش في الطبيعه المليئه بالغموض، فنجده دائما يبحث ويتساءل عن المواضيع المبهمة الغامضة. من أبرز المواضيع التي شغلت اهتمام الإنسان وأراد البحث عنها موضوع ماذا؟ موضوع الإحساس والإدراك. صراحة بين قوسين وش من المقالة راح نديره؟ تقولوا لي مصدر المعرفة، يعني من بين المواضيع التي أراد أن يبحث عنها موضوع الإحساس والإدراك، بين قوسين مصدر المعرفة. إذ يعرف الإحساس، نجو نعرفوا الإحساس من الجدول، أنه عملية بسيطة تشترك فيها جميع الكائنات الحية، ينقسم إلى 5 أقسام فاصلة. أما الإدراك فهو عملية معقدة تخص الإنسان دون الكائنات الأخرى، له عدة وظائف. تلقى روحك عرفت الإحساس والإدراك غير بالجدول. فاصلة. وحول هذا الموضوع وقع جدل، صراع، نزاع، اختلاف بين موقفين متعارضين. موقف يرى أن مصدر المعرفة عقلي، وموقف يرى أن مصدر المعرفة حسي. فاصلة. وعليه نطرح الإشكال التالي، ونروح نكتب الإشكال ديالي، بصح ماشي تاع الباك، نكتب الإشكال اللي كنت ديجا أنا موديفيته. بهذه الطريقة تلقاو روحكم خادمين مقدمة بسهولة، معناتها درنا المخطط، درنا الجدول، مباشرة حولنا المخطط ديالنا والجدول إلى فقرة. الآن مباشرة نروح نشوفوا العرض ديالنا، يعني بعد ما كملنا المقدمة نروح نشوفوا العرض تاعنا تاع الطريقة الجدلية وش فيه. كنا قلنا أنه احنا في الحصة اللي فاتت كي شفنا الطريقة الجدلية وش فيها، موقفين يتجادلوا، نروح نشوفوا الموقف الأول ومن بعدها ننقدوه، من بعدها نروح نشوفوا الموقف الثاني ومن بعدها ننقدوه، من بعدها نروح نشوفوا فيهم شكون اللي عنده الحق، يعني شكون اللي يربح. احنا كما تفاهمنا نشوفوا الفلسفة بالمخططات، ولا وهذا كامل باش ما نحفظوش المقالة. فاش راهم يتجادلوا الفلاسفة حول مصدر المعرفة، كاين موقف أول قال لك مصدر المعرفة هو العقل، أما الموقف الثاني فيرى أن مصدر المعرفة هو الحواس. ومن بعد نروحوا نشوفوا الموقف الأول علاش راهم يقولوا العقل مصدر المعرفة، بعد نروحوا ننقدوه، من بعد نشوفوا الموقف الثاني وعلاش راهو يقول لنا أنه العقل هو مصدر، الحواس هي مصدر المعرفة، ونروحوا كذلك ننقدوه، من بعد نديروا التركيب، وأخيرا الخاتمة. الآن رح نشوف الموقف الأول الذي يرى أن العقل هو أساس المعارف. أول حاجة لازم نشوف الفلاسفة، عندنا أول حاجة أفلاطون. أفلاطون الحجة تاعه وش كانت؟ عالم المثل. وركزوا معايا نشرحوها بالمخططات باش ما تحفظوش، بس على بالي ما تحبوش الحفاظة. أفلاطون يرى أن مصدر المعرفة هو العقل، يعني الإنسان باش يتوصل للمعرفة لازم يخدم عقله. الحجة تاعه كانت عالم المثل. وش قال لنا أفلاطون؟ قال لك العالم اللي رانا عايشين فيه، ونكتبها لكم لهنا سيميو باش تبان لكم خير، هكذا قسم العالم الذي نعيش فيه إلى قسمان، يعني قال لك العالم اللي رانا عايشين فيه ينقسم إلى قسمان. وش عندنا؟ عندنا عالم علوي وعالم سفلي. تقولوا لي أستاذة هذا التقسيم ديالك انت؟ لا لا، هذا التقسيم داره أفلاطون باش يقنعنا أنه مصدر المعرفة هو العقل، كانت عنده الحجة تاعو خاصة به. في رأيه العالم اللي رانا عايشين فيه ينقسم إلى قسمان، عالم علوي وعالم سفلي. العالم العلوي حسب أفلاطون هو عالم العقل، والعالم السفلي حسب أفلاطون هو عالم الحواس. يرى أفلاطون أن العالم العلوي هو عالم المثل، قال لك هذا العالم العقلي هو عالم مثالي. وعلاش؟ قال لك لأنه يحتوي على جميع المعارف الكاملة،
قسم العالم الى قسمان، قال لك كاين عالم عقلي وعالم سفلي حسي. قال لك العالم العقلي هو عالم المعارف الكاملة وسمى هنا عالم المثل مثالي، بينما العالم الحسي قال لك هو عالم سفلي والمعارف اللي موجودة فيه هي المعارف الناقصة، يعني المعارف ديالو ناقصة. قال لك أول مرة الإنسان وين كان عايش؟ كان عايش هنا. تشبه شويه قصة سيدنا آدم، يعني كان عايش في بخاصك في الجنة، هو يقول لك احنا نعرفوا سيدنا آدم كان عايش في الجنة ومن بعد نزل للأرض. تحي قصة أفلاطون تشبه، قال لك الإنسان أول مرة كان عايش في العالم العقلي، يعني كان عايش في عالم المثل، المعارف ديالو كانت عنده معارف، كيفاش كانت؟ تقولي أستاذة كانت المعارف تاعو كاملة. بعدها وش دار هذا الإنسان؟ ارتكب الخطيئة، دار خطيئة. تعاقب هذا الإنسان، انزل إلى عالم الحواس، يعني انزل ولا عايش هنا في العالم السفلي في العالم الحسي. قبل ما جاي ينزل لقى هنا واحد النهر حسب أفلاطون. وش دار الإنسان هذا؟ شرب من هذا النهر اللي يسميه أفلاطون نهر النسيان. الإنسان كان عايش هنا في العالم العقلي، دار غلطة، تعاقب، شرب من نهر النسيان، نزل إلى العالم السفلي. المعارف الكاملة اللي كانت عنده وش صار لها؟ تقولي أستاذة ولات ناقصة، نساها، يعني نساها، كيشرب نهر النسيان نساها، أصبحت المعارف ديالو ناقصة. صح، أول عالم حسب أفلاطون عاش فيه الإنسان هو العالم العقلي، وثاني عالم عاش فيه الإنسان هو العالم الحسي. صح، إذا حسب أفلاطون أن الإنسان أول مرة كانت عنده المعرفة، مصدر المعرفة، شكون طهاله أول مرة؟ تقولوا لي أستاذ العقل، لأن العقل هو أول عالم عاش فيه الإنسان. ومن بعد باش جات الحواس، يعني العالم الحسي هو ثاني عالم عاش فيه الإنسان. صح، وش يقول لنا أفلاطون؟ يقول لنا الإنسان كينزل لعالم الحواس وش كان عليه؟ كان عليه يتذكر فقط المعارف، يعني كان يعرف كاع المعارف. وين كان ديجا يعرفها؟ كان يعرفها في العالم العقلي، ما عليه فقط سوى أن يتذكرها باستخدام العقل. لهذا يقول أفلاطون المعرفة تذكر والجهل نسيان. وش نستنتج من أفلاطون؟ حسب أفلاطون أن مصدر المعرفة هو العقل، وعلاش؟ لأن العالم العقلي هو أول عالم عشنا فيه. ومن بعد باش عشنا في العالم الحسي، يعني شكون سبق شكون؟ تقولوا لي إذن العقل هو اللي سبق، إذن مصدر المعرفة الأول هو العقل وليس الحواس، لأن العالم الأول اللي عشنا فيه هو العقل. من بعد نروحوا نشوفوا مباشرة الفيلسوف آخر اللي هو روني ديكارت. ديكارت وش راح دار؟ يرى أن مصدر المعرفة هو العقل، وذلك من خلال الشك. الشك في من؟ الشك في الحواس. ديكارت يقول لك أن العقل هو أصل المعرفة، وعلاش؟ لأن الحواس تخدعنا، الحواس تعطي لنا معارف خاطئة، معارف ظنية احتمالية. كيف ذلك؟ نعطيك قبل ما نروحوا لديكارت نعطيكم بعض الامثله. مثلا احنا نروحوا نكونوا في البحر، نشوفوا السماء والبحر، كيفاش نشوفوهم؟ يبانوا لنا متلاصقين ولا لا؟ لا، بالحواس نشوفوهم متلاصقين، خط الافق. يا هل ترى صح البحر والسماء متلاصقين؟ تقولي استاذه لا. كيفاش عرفنا بلي ماشي متلاصقين؟ بالعقل. بصح الحواس بينت لنا بلي السماء والارض، السماء والبحر متلاصقين. صح، بكري كي كنا صغار كانوا يقولوا لنا رسموا البحر، واش من لاكولا كنا نلونوا بها؟ كنا نلونوا البحر زرق، باسكو حنا واش كنا دايرين؟ كنا نشوفوا البحر زرق. كي كبرنا عرفنا بلي البحر ماشي زرق، اللون تاعو ليس ازرق. نعم، بفضل ماذا؟ بفضل العقل، عرفنا بلي لون البحر ليس ازرق، وانما هذاك هو انعكاس فقط للسماء. ايضا لو كان نحكم اناء وندير فيه مثلا قطعه نقديه، ندير فيه 10000 الماء، ندير فيه 10000، كيفاش تولي تبان لكم؟ تولي تبان لك كبيره بالحواس. بصح بعقلنا يصحح لنا المعلومه ويقول لنا انه القطعه تاع النقديه هذه ما كبرتش. صح، نعطيكم مثال. مثلا انا نحكم اناء فيه الماء وندير فيه عصا،
كيفاش تولي تبان لنا؟ تولي تبان لنا مكسره، نولي نشوفوها مكسره، ولكن في الحقيقه نعرفوا بلي ماشي مكسره باش بالعقل. اذا واش رانا نشوفوا من هذا التجارب؟ ديكارت قال لك انا شكيت في الحواس، يعني قال لك المحاوس مدنا معارف خادعه. النجوم كيفاش نشوفوها؟ صغيره. الشمس كيفاش نشوفوها؟ صغيره. القمر كيفاش نشوفوه؟ صغير. ولكن في الحقيقه هم اكبر بكثير. كيفاش عرفنا بلي كبار؟ بواسطة العقل. إذا الحواس يتمد لنا معارف خاطئة، والعقل واش راه يدير؟ راه يصحح لنا هذيك المعارف ويمد لنا معارف كاملة. واش راح دار ديكارت؟ قال لك إني وجدت في الحواس خداعة، خدعتنا، ومن الحكمة أن لا نثق في من خدعنا ولو مرة واحدة. قال لك ديكارت كل مرة الحواس تغلط العقل يصحح لها. أنا شفت البحر زرق، من بعد عقلي صحح لي قال لي لا لا البحر ماشي زرق. أنا شفت نجوم صغيرة بالحواس، من بعد عقلي قال لي لا لا نجوم ماشي صغيرة نجوم كبيرة. إذا قال لك الحواس يتمد لي معرفة ظنية مشكوك فيها، أما العقل فهو الذي يعطي لنا المعارف الكاملة. ويقول لك المعارف فطرية في العقل، احنا نزيدوا بالمعارف في عقلنا. ويقول لك العقل هو من أعدل الأشياء قسمة بين البشر، احنا كاع المعرفة وين موجودة؟ موجودة في عقلنا. باش يزيد يقنعنا باللي بالعقل نوصل للمعارف ماشي بالحواس، وباللي الحواس تخدع الانسان، اعطانا بعض الامثله اللي هي مثلا من تجربه القبعات والمعاطف. قال لك احنا حنايا نعطيكم مثال. قال لك كي نطلعوا لمكان مرتفع من بعيد، كي نطلع لمكان مرتفع واش نشوف؟ قال لك رايت بحواسي قبعات ومعاطف تتحرك. طلع لمكان مرتفع شاف قبعات ومعاطف تتحرك، قال لك ولكن أدركت بعقلي، عرفت بعقلي أن القبعات والمعاطف لا تتحرك لوحدها. يعني هو كي طلع من مكان مرتفع شاف قبعات ومعاطف تتحرك، يعني ما قدرش يميز هذوك العيبات، ولكن قال لك أدركت بعقلي أن القبعات والمعاطف لا تتحرك لوحدها، بل هم أناس يرتدونها. يعني القبعات والمعاطف ماشي يتحركوا وحدهم، هم ناس، هذوك الناس هما راهم لابسين قبعات وراهم لابسين معاطف. مالغري أنا ما شفتش الناس، بصح كيفاش عرفت؟ عرفت بالعقل، الحواس خلتني نشوف غير القبعات والمعاطف تتحرك. كيما مثلا نكونوا نطلعوا مكان مرتفع على الأوتوروت، نشوفوا الطوموبيلات رايحين جايين، احنا ما نشوفوش شكون هو الداخل، نشوفوا غير الطوموبيلات رايحين جايين بالحواس ديالنا، بصح بعقلنا واش نقولوا؟ بلي كاين ناس، هذوك الناس عم داخل طوموبيل هما اللي راهم يقيدوا فيها، يعني هما اللي راهم يوجهوها يمينا او شمالا. اذا هنا واش راني لاحظت؟ قال لك الحواس خدعتني، بينت لي القبعات والمعاطف يمشوا، ولكن في الحقيقه العقل هو اللي صحح لي وقال لي انه القبعات والمعاطف لا تتحرك لوحدها. ايضا باش يزيد يبين لنا بلي الحواس ماشي مليحه وبلي الحواس تخدع الانسان والعقل هو افضل منها، دارنا تجربه التمثال. واش حب يقول بتجربه التمثال؟ قال لك دار ديكارت تمثال في قمه الجبل، حكم تمثال ووضعه في قمه الجبل. قال لك عندما رايت التمثال رايته كبيرا الحواس، وعندما نزلت الى اسفل الجبل، يعني حبط الى اسفل الجبل وشاف التمثال، كيفاش يولي بالو التمثال؟ كيفاش يولي يشوفه؟ يولي يشوفه صغير. صح. نسقسيكم سؤال، يا هل ترى حجم التمثال تغير؟ تقول لي استاذه لا لا بطبيعه الحال ما تغيرش. صح. شكون اللي بين لنا بلي حجم التمثال تغير؟ الحواس هي اللي خدعتنا ولا لا لا؟ وشكون اللي صحح له المعلومه وقال له بلي حجم التمثال ما تغيرش؟ هو العقل. اذا واش راني نلاحظ؟ الحواس تخطئ والعقل يصحح. اذا قال لك العقل مصدر المعرفه هو العقل وليس الحواس. من بعد نزيدو نجيو لفيلسوف اخر اللي هو الان. الان يرى ان مصدر المعرفه هو العقل، وذلك من خلال تجربه المكعب. يعني روح يبين لنا الان انه العقل هو مصدر المعرفه من خلال تجربه المكعب. ويلا نجيو نشرحوها. قال لك الان عندنا مكعب، تبعوا معايا بهذه الطريقه باش تفهموا، باسكو نحب نخدم معاكم بالفهم وليس الحفظ. قال لك الان عندي مكعب هاوليك. قال لك المكعب هذا عندما اراه بحواسي، كي نشوفه بالحواس ديالي، شحال نشوف عند المكعب من وجه؟ نمسح هذو باسكو هذو تاع الداخل سي بوكسان نمسح فيهم. قال لك عندما ارى المكعب بحواسي يظهر لنا واحد
زوج ثلاثة. شحال من وجه يبان لنا للمكعب؟ ثلاث أوجه. يعني بالحواس نشوف المكعب تاعي عنده ثلاث أوجه. قال لك ولكن في الحقيقة هذا المعلومة غلطة. المكعب ما زال عنده وجه منا وما زال عنده وجه منا وما زال عنده وجه منا. هذه الأوجه تاع المكعب ما قدرناش نشوفوها لأن الحواس تعطي معرفة جزئية، ما نقدرش نشوفه كامل. قال لك ولكن هو في الحقيقة ست أوجه. قال لك أيضا أضلاع المكعب، قال لك بالحواس ديالي عفوا شحال نشوفه من المكعب من ضلع؟ هاوليك الأول، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. قال لك بالحواس ديالي يظهر لي فقط تسع أضلاع من أضلاع المكعب، ولكن في حقيقة الأمر أن المكعب ليس لديه تسع أضلاع وإنما المكعب لديه 12 ضلع. وراهم هادوك للداخل لفاصتهم أنا مقبلة، هادوك راهم للداخل، هم تسعة، عشرة، 11، 12. إذا وش راهو يقول لك آلان؟ أن المكعب كي شفناه بالحواس شفناه ثلاث أوجه وتسع أضلاع، ولكن في حقيقة المكعب أنه عنده ست أوجه واثناش ضلع. إذا الحواس تعطي معرفة كلية ولا جزئية؟ قال لك الحواس تعطي معرفة جزئية. وشكون اللي طاني المعرفة الكلية؟ هو العقل. أنا بعقلي اللي عرفت بلي مازال المكعب عنده أوجه واحدة أخرى ومازال عنده أضلاع واحدة أخرى. نعطيكم مثال واضح آخر باش تفهموا. عندي مثلا هذه الممساحة، شحال راكم تشوفوا فيها من وجه؟ راكم تشوفوا غير هذا الكوتي، وانا شوش من الوجه راني نشوف؟ راني نشوف غير هذا الكوتي. تقدروا تشوفوا الوجه هذا والوجه هذا دفعة واحدة؟ تقدروش. وانا نقدر نشوف الوجه هذا والوجه هذا دفعة واحدة؟ ما نقدرش. انتم تقدروا تشوفوا هذا، كي تشوفوا هذا ما تشوفوش هذا، وانا كي نشوف هذا الوجه ما نشوفش هذا الوجه. صح، اذا بالحواس نشوفوها جزئية. تقدروا تيماجينيوها في عقلكم؟ تقدروا دوكا تتخيلوا هذه الممساحه في عقلكم بالوجهين معا؟ ايه استاذه نقدروا. وش معناتها؟ الحواس تعطي معرفه جزئيه، والعقل وش من معرفه طاني؟ معرفه كليه. اذا يقول لك الان الشيء يدرك ولا يحس به، معناتها الاشياء ندركوها بعقلنا ما نحسوهاش بالحواس ديالنا. هذا فيما يخص انصار الموقف الاول. بعدها وش راحوا نديروا؟ نروحوا ننقدوهم نعيبوهم. اول حاجه العقليون وش داروا للعقل؟ تقولوا لي رفعوا بزاف من المكانه ديالو. اذا العيب ديالهم الاول انهم بالغوا في تقديس العقل، يعني هذا الموقف الاول عطاو قيمه كبيره لدور العقل، هذا العيب تاعهم الاول. عيب تاعهم الثاني وش داروا للحواس؟ نقصوا لها بزاف من قيمتها. اذا هذا الموقف وش داروا؟ قللوا من قيمة الحواس، هذا العيب تاعهم الثاني. هذا العقل اللي راهم يشكروا فيه ويقول لك العقل هو أساس المعارف وبالعقل نوصلوا للمعرفة والعقل خرم الحواس، أسك العقل هذا معصوم من الخطأ؟ ما يغلطش. ها تقول يا أستاذ العقل يغلط، إذا ننقدوا لهم العقل، نقول لهم هذا العقل اللي راكم تشكروا فيه العقل قاصر ومحدود وهو معرض للخطأ، كيما الحواس تغلط كيما العقل يقدر يغلط بهذه الطريقة. أما حجة أفلاطون أسك تقنع؟ طبيعة الحال لا. أي دليل اعتمد عليه أفلاطون؟ الإنسان كان عايش الفوق بعد دار غلطة بعد نزل لتحت بعد لقى نهر، أسك الحجة منطقية؟ أسك الحجة مقنعة؟ طبيعة الحال لا لا، معناتها نقولوا حجة أفلاطون لا علاقة لها بالواقع، معناتها لا يمكن أن نتقبلها. ننقدوا أفلاطون، قولوا حجة أفلاطون خيالية ولا علاقة لها بالواقع وافترضها أفلاطون. تقولوا لي أستاذة بعد ذلك وين نروحوا؟ يعني نقدنا العقليون بينا لهم النقائص ديالهم. الآن نروحوا للموقف الثاني اللي هما الحسيون. الحسيون رام يشوفوا أنه مصدر المعرفة هو الحواس، يعني جميع معارف الإنسان نصل إليها عن طريق استخدام الحواس وليس العقل. كيف ذلك؟ نبدأ أول حاجة نروحوا نشوفوا شكون هم الحسيون. عندنا الحسيون راح يجينا سهل الموقف الثاني لأنه أنصار الحسيون عندهم حجج متشابهة. عندنا مثلا فرانسيس بيكون
فرانسيس بيكون، عندنا كذلك جون لوك، عندنا كذلك دافيد هيوم، كاين جون ستيوارت ميل، كاين جيمس ميل، انصار من مذهب تجريبي. هذا الموقف راهم يشوفوا انه مصدر المعرفه هو الحواس، يعني جميع معارف الانسان تتم عن طريق الحواس وليس العقل. اول حاجه واش داروا الحسيون؟ انكار المعارف الفطريه. قال لك ما كاش معارف فطريه، يعني ما كاش معارف عقليه زدنا بها موجوده في عقلنا. خطا. يعتبرون الحسيون ان العقل هو وعاء، وهذا الوعاء فارغ. تبعوا معايا مليحه، يقول لك العقل، هذا العقل حسبهم، هذا العقل هو وعاء ولكنه فارغ. معناتها قالوا لهم العقل تاعكم فارغ، ما يزيد فيه حتى معرفه، ما فيه والو. وقتاش يبدا العقل يتعمر بالمعارف؟ يبدا العقل يتعمر بالمعارف عن طريق الاحتكاك بالعالم الخارجي. قال لهم انه العقل ديالكم فارغ، ما فيه حتى معرفه، راكو تقولوا العقل هو مصدر المعرفه، العقل تاعكم فارغ. مثلا دافيد هيوم يقول لهم لا يوجد شيء في الذهن، لا يوجد شيء في الذهن، ما كاين حتى حاجه في العقل ما لم توجد من قبل في التجربه. وش يقول لك جون لوك ايضا؟ يولد الانسان صفحه بيضاء والتجربه تكتب عليه ما تشاء. يعني راهم يقولوا انه العقل هذا يزيد فارغ، ما فيه حتى معلومه، معرفه ما فيه. وقتاش يبدا العقل يتعمر بالمعارف؟ عن طريق الاحتكاك بالعالم الخارجي. واش معناتها باش نحتكوا بالعالم الخارجي؟ نحتكوا بالعالم الخارجي عن طريق التجارب. وحنا نقولوها، نقولوا سال المجرب وما تسالش الطبيب، ولا نقولوا كل ما احنا تزيد في الراس عقل، ولا نقولوا ثاني ما يحسب الجمره غير اللي كواتو. واش معناتها؟ معناتها باش تكوني فكره على الاشياء من حولك وتدي المعرفه لازم تكوني جربتيها من قبل. طفل صغير يعرف في الابيض مثلا الشيء الساخن والبارد ولا ما يعرفش؟ ما يعرفش. طفل صغير مسكين تحطي له عفسه سخونه يروح يرفدها، تحطي له اي حاجه زعما ما تنتكلش، نحط له هذا القالم هذا مسكين يروح يديرو في فمه ما يعرفش. ولكن طفل صغير اذا مس حاجه سخونه وحرقاتو يعاود يمسها ولا ما يعاودش؟ تقولوا لي ما يعاودش. وعلاش ما يعاودش؟ باسكو تتكون عنده معرفه ولا لا؟ لا تتكون عنده معرفه، يعرف بلي هذه الحاجه ماشي مليحه. ولا زعما انت خرجت من صال دو ما خرجت شامخ ومسيت هكذا لابريز واش صرا لك؟ ضرباتك زعما تريسيتي. اسكي تعاود تخرج تعاود تمس؟ تقولي لا لا استاذه علاش؟ واش معناتها تكونت عندك معرفه؟ بفضل ماذا؟ بفضل التجارب ولا لا؟ لا معناتها واش راني نلاحظ؟ قال لك بلي العقل تاعني يزيد فارغ، ما فيه حتى معرفة. وقتاش العقل يبدا يتعمر بالمعارف؟ عن طريق التجارب. كل تجربة نمروا بها نزيدوا نكتسبوا معرفة. إذا التجربة هي اللي تخليني نتوصل إلى المعارف. أيضا عندهم حجة أخرى، يقول لك تجربة البرتقالة باش يبينوا بلي الحواس هي مصدر المعرفة. عندنا تجربة البرتقالة، برتقالة حباتشينو، راني حابة نعرف اللون ديالها واش لازم لي؟ حاسة الرؤية. راني حابة نعرف المذاق ديالها واش لازم لي؟ حاسة الذوق. راني حابة نعرف الملمس ديالها إلى صلبة ولا سائلة واش لازم لي؟ حاسة اللمس. راني حابة نعرف الرائحة تاعها واش لازم لي؟ حاسة الشم. صح. اسك نقدر ولا يقدر عقلي يشم في بلاصة الحواس ويتذوق بلاصة الحواس ويلمس بلاصة الحواس؟ تقولي استاذة لا لا. اذا كما يقول ارسطو، من فقد حاسة من الحواس فقد علما من العلوم. وش معناتها؟ يعني الاعمى ما يعرفش الالوان، الاصم ما يعرفش الاصوات. وش راني نلاحظ؟ معناتها كل ما الانسان يفقد حاسة يفقد المعرفة المترتبة عنها. واحد عمى ما يعرفش لي كولاغ، واحد مسكين ما يسمعش ما يعرفش الاصوات. كيكون الانسان ما يتذوقش ما يعرفش الاذواق، كيكون الانسان ما يشمش ما يعرفش الروائح. نعطيكم مثال، في لابيريود تاع الكوفيد، في لابيريود تاع الكورونا، صح، بزاف ناس راحت لهم حاسه الذوق وحاسه الشم. صح. اسك قدر العقل يغطي لنا هذا النقص وقدر يغطي يعني يشم ويتذوق في بلاصه الحواس؟ تقولوا لي لا لا استاذه. اذا واش راني نلاحظ؟ انه عمل الحواس وحده والعقل ما يقدرش يغطي هذا النقص. هذه حاجة. أيضا من بين الأدلة التي تثبت أن الحواس هي مصدر الماء الوحيد للمعرفة، وش راحوا داروا؟ علماء النفس، علماء النفس راحوا داروا دراسة على الطفل الصغير
واش لقاو؟ لقاو انه الطفل الصغير اثناء تعلمه يعني كيفاش يبدا يكتسب المعارف، يبدا بدايه حسيه تجريبيه. كيف ذلك؟ طفل صغير تقول له 1+1 اسك يقدر يحسبها في عقله مباشره؟ تقولي لا لا. واش نروحو نديرو لطفل صغير؟ كنعلموه الحساب، نقولو له حبه، نعطيك حبه حلوه ونزيد لك حبه حلوه، شحال ولاو عندك؟ ولا واش يبدا يدير طفل صغير؟ 1+2+3+4. استعانة بماذا؟ تقولي استعانة بأصابع اليدين، ولا تاني استعانة باش؟ بالقريصات، بالخشيبات. معناتها كيفاش يبدا يتعلم لاباز ديالو؟ البداية، بداية حسية. ولا مثلا طفل صغير بمجرد ما تقولو جاجة، زاوش جاجة شجرة، يعرفها ولا لا؟ لا ما يعرفهاش. واش لازم؟ لازم توريلو، لازم يشوف، تقولو هاي شجرة، هاو طائر، هاي دجاجة، هاي كذا، هاي كذا. علاش نشوفو الكتاب تاعنا مثلا تاع القراءة كي تاع دراري صغار معمر بالصور والرسومات؟ علاش؟ لأنه طفل صغير يعرف بالمحسوس وليس بالمجرد، يعني يعرف بالحواس. أيضا واش يدومونديولنا كي نكونو صغار؟ العجينة. علاش يدومونديولنا العجينة؟ باش نشكلو الاشكال الهندسيه، يعني باش حنا نشكلوهم ونلمسوهم ويقولوا لنا هذا مربع، هذه دائره، هذا كذا، هذا كذا. معناتها طفل صغير ما يقدرش تقولوا دائره، انا دوكا غير نقول لكم دائره، كاع جاتكم ليماج تاع الدائره صح بفضل عقلكم، بصح ليماج الاولى، الصوره الاولى منين ديتوها؟ الصوره الاولى ديتوها من الحواس، دوكا ما شفتوهاش ما تعرفوهاش. بهذه الطريقه بعد ما كملنا الموقف الثاني نروحوا مباشره ننقدوه، يعني نبينوا له النقائص والعيوب ديالو. اول حاجه الحسيون واش داروا للحواس؟ تقولوا لي استاذ، تقولوا لي استاذه نعم، رفعوا كثيرا من مكانه الحواس، يعني بالغ الحسيون، بالغوا في تقديس الحواس، طو قيمه كبيره للحواس. واش داروا للعقل؟ قال لك العقل فارغ، العقل يعجز ما يتعمرش. واش داروا له؟ نقصوا من قيمه العقل، يعني قللوا من قيمه ومكانه العقل، رجعوا العقل، هذا ما عنده حتى دور في المعرفه. ايضا هذا الحواس اللي راهم يشكروا فيها ويقول لك الحواس هي مصدر المعرفه، اسك الحواس معصومه من الخطا؟ بطبيعه الحال لا. الحواس تغلطنا ولا لا؟ لا. تخدع الانسان ولا لا؟ لا. نعم كنا سبق وقلناها في الموقف الاول، نحن نرى النجوم صغيره ولكن هي كبيره، نحن نرى مثلا الشمس والقمر كيف كيف صغار ولكن في الحقيقه كبار. هنا معناتها الحواس تمدلي معارف خاطئه. ايضا الحواس بمرور الوقت وش يصرى لها؟ تضعف. تضعف. وسلام ما سمعت. وش معناتها الحواس بمرور الوقت تضعف؟ مثلا حاسه السمع بين انسان كبير في السن وانسان صغير في السن، نلقاو انه الانسان كل ما يكبر كل ما الحواس تاعو يضعفوا، حاسه الرؤيه تنقص له، حاسه السمع تنقص له. معناتها نقدروا نديروا ثقه عمياء في الحواس ونقولوا هي المصدر الوحيد للمعرفه؟ بطبيعه الحال لا، لان الحواس اول حاجه خادعه معناتها تخدع الانسان، ثاني حاجه وتضعف بمرور الوقت. مادام تضعف اذا ما نقدروش نعتبروها كالاساس الوحيد للمعرفه. ايضا هم يقولون الحواس مصدر المعرفه، هنا يا راح نكلاشيهم، تبعوا معايا مليح. هم يقولون بالحواس نتوصلوا للمعرفه، يعني الحواس هي الصح. نسقسيكم سؤال، الحيوانات عندهم حواس ام لا؟ تقولي استاذه نعم صحيح الحيوانات عندهم حواس، ولكن اسك الحواس تاع الحيوانات خلات تكون عند الحيوان معرفه؟ تقولي استاذه الحيوان ما عندوش معرفه. وعلاش الحيوان ما عندوش معرفه؟ تقولي استاذه باسكو ما عندوش العقل. اذا الحواس لو كان جات هي مصدر المعرفه، لو كان شكون اللي عنده المعرفه؟ الحيوان. ولكن الحيوان ما عندوش معرفه، وعلاش؟ لغياب العقل. اذا نقولوا لو كانت المعرفه حسية، يعني لو كان جات الحواس هي اللي تمدلنا المعرفة، لوجدناها هذه المعرفة عند الحيوان، لأن الحيوان يملك حواس وزيد الحواس تاعو خير من الحواس تاعنا، ولكن مع ذلك ما كفاتوش. صح، هذا فيما يخص الموقف الأول نقدوه، الموقف الثاني نقدوه. الآن مباشرة نروحوا نشوفوا التركيب. وش معناتها التركيب؟ التركيب معناتها شكون يربح؟ هما زوج راهم يتجادلوا، موقف أول يقول لك مصدر المعرفة العقل، موقف ثاني يقول لك مصدر المعرفة هو الحواس. التركيب
معناتها شكون فيهم اللي عنده الحق. ماشي كيما تحبوا نتوما، يعني التركيب كاين عندنا ثلاث حاجات، تروحوا شوفوا الطريقه الجدليه تعرفوا. في هذه المقاله واش عندنا؟ في هذه المقاله عندنا توفيق بين الموقف الاول زائد الموقف الثاني، معناتها مصدر المعرفة هو تكامل بين الموقف الأول والموقف الثاني. كاين معارف نوصلوا لها بالعقل، وكاين معارف نوصلوا لها بالحواس، بصح لازم نشرح لكم كيفاش. شكون يقول لنا هذه الهضرة؟ هو الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت. هذا كانت واش راح دار؟ راح حدد لنا يعني كيفاش المعرفة تتكون. قال لك انه الحواس، ركزوا معايا مليح، من خلال ماذا؟ كيقول كانت من خلال المذهب النقدي. واش راح دار كانت هذا؟ كانت قال انه المعرفة راح نقد الحسيون ونقد العقليون، قال الحسيون انه الحواس وحدها ما تكفيش، وراح نقد العقليون قال لهم ما من العقل وحده ما يكفيش، قال لهم باش الانسان يتوصل للمعرفه لازم تكامل بين العقل والحواس، يعني 50% العقل و 50% الحواس. واش راح دار؟ قال لهم الحواس واش دير لنا الحواس؟ قال لهم الحواس تعطي لنا معارف أولية، معناتها الحواس تمد لي المعارف، ولكن المعارف اللي تمدها لي الحواس هي معارف أولية بسيطة سامبل. هذه المعارف الأولية شكون يديها؟ وين تروح؟ تروح للعقل، يعني العقل هو اللي يدي هذه المعارف البسيطة الأولية. وش يدير لها العقل؟ يقوم العقل بتحليلها، يحلل، يركب، يستنتج، يأول، يفسر، يتذكر، معناتها يدير عدة وظائف. بعد ما العقل يحكم هذه المعارف الأولية البسيطة، يحللها ويركبها ويستنتجها ويفسرها، فتصبح المعارف كيفاش تولي المعرفة؟ هذه المعارف البسيطة تولي معارف معقدة كاملة. واش راكو تلاحظوا هنايا؟ واش راني نلاحظ؟ انه العامل تاع العقل والحواس متكامل ولا لا؟ لا، العامل تاع العقل والحواس متكامل. الحواس تمد لي معرفة بسيطة أولية سامبل، من بعد يدخل تروح للعقل، العقل يحللها يركبها يستنتجها يفسرها، تولي معرفة معقدة. لو كان زعما نحذفوا العقل، نقولوا بلي نخلوا غير الحواس كما قالوا الحسيون، المعارف كيفاش تقعد؟ تقعد بسيطة سامبل ما نديروا بها والو. لو كان زعما نديروا العكس، نديروا كما قالوا العقليون، نحوا الحواس، هذا العقل يقدر يدير الوظائف تاعو؟ كاين واش يحلل واش يركب واش يستنتج ولا ما كاش؟ ما يقدرش، لازم واش يحلل واش يركب واش يستنتج يديهم من الحواس. اذا راني نشوف انه العمل ديالهم هو عمل متكامل. ايضا المعارف الماديه، معارف الماديه باش نعرفوها، المعارف الماديه مثلا راني حابه نعرف الروائح، الاصوات، الاشكال، باش نعرفهم؟ نعرفهم بالحواس. بصح كاين معارف ايضا معنويه، المعارف المعنويه كوجود الله، العداله، الحريه، هاد المعارف باش نعرفوهم؟ هاد المعارف نعرفوهم بالعقل، يعني راني نشوف بلي تكامل، المعرفه متشعبه موسعه، كاين معارف نعرفوهم بالحواس وكاين معارف نعرفوهم بالعقل. التركيب يعني رانا شفنا فيهم شكون ربح، كيفاش تكتبوا التركيب؟ روحوا شوفوا الطريقه الجدليه اللي سبق ودرتها وتعرفوا كيفاش نحولوها من المخطط الى فقره. يعني احنا باش عرفنا شكون ربح درسنا الموقفين، بعد نقدناهم باش عرفنا شكون ربح، يعني بعد دراستنا للموقفين الاول والثاني واطلاعنا على اهم النقائص التي وجهت لهما، تبين لنا ان مصدر المعرفه هو تكامل بين العقل والحواس، فالحواس تعطي لنا معارف ماديه والعقل يعطي لنا معارف معنويه، الحواس تعطي لنا معارف بسيطه تنتقل الى العقل فيقوم بتحليلها وتركيبها واستنتاجها فتصبح معارف كامله، ومنه فهما متكاملان. بعد ذلك نروح نشوفوا الخاتمه. تقولي استاذه واش فيها الخاتمه؟ الخاتمه انا نعيط لها كادو. وعلاش كادو؟ شتو شنو الخاتمه هي؟ ماذا هي؟ تاكيد التركيب. شفتوا واش هضرنا في التركيب؟
نعاودوه في الخاتمه. استاذه كوبي كولي، لا لا حذاري، باسكو لو كان نديرو كوبي كولي واش تولي؟ تولينا تكرار. حنا نعاودو واش هضرنا في التركيب ولكن فقط بالمرادفات. راح يكونوا ان شاء الله حصص تطبيقيه باش نعلمكم كيفاش ديروا التركيب والخاتمه، راح نخصص لهم حصه خاصه بهم باش نعلمكم كيفاش ديروا التركيب والخاتمه بلا ما تحفظوا، باسكو التركيب عليه 4 نقاط والخاتمه عليها 4. راح نبازي معكم مليح عليهم ونعلمكم كيفاش نديروا التركيب والخاتمه بدون حفظ. هاد المعلومات كامل اللي طرقت ليهم اليوم تلقاوهم في كتابي الخاص بالمخططات، هاي لك مخططات الفلسفة، هذا كتاب خاص بشعبة أدب وفلسفة، راهو متواجد على مستوى 58 ولاية، يعني تم التوزيع. تلقاو فيه هذا الكتاب تاع المخططات، تلقاو فيه المنهجيات، يعني جميع المنهجيات مخطط وكيفية كيف نحوله إلى فقرة. ومن بعد عندنا الدرس الأول هاوليك مثلا الإحساس والإدراك، تقدروا ديروا كابتور عليه هاوليك مخطط. هذا الكتاب هذا قلت لكم تلقاوه متواجد في مستوى 58 ولاية. أي حاجة ما فهمتوهاش تقدروا تخلوها لنا في لي كومونتير، راح نجاوبكم كامل إن شاء الله، ولا تقدروا تخلوها لي في حسابي الخاص على الانستغرام دوك يجوز هنا من تحت div.philo، تواصلوا تاني معايا فيه، وإن شاء الله نتمنى ربي يوفقكم ربي ينجحكم وسلام.